السلام عليكم يا سادة، في مباراة جديدة وحلقة جديدة مع ليستر سيتي. ليستر سيتي موجود في المركز العاشر، المركز العاشر بعد انتصارين وهزيمتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل يستطيع في هذا اللقاء أنه ينتصر على برايتون الموجود في المركز الثاني عشر ومعه نفس عدد النقاط الذي هو لدى ليستر سيتي؟ كل ده اللي احنا هنشوفه في الحلقه دي، فتاكد هنا انك عامل لايك مشترك بكل تاكيد في القناه، فعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اللي جايه اول باول. وبعد الانترو هنبدا ان احنا نظبط الفورميشن بتاعتنا، فشوفك طبعا بعد الانترو. طبعا يعني لما تيجي تسال واحد كسب ماتش وخسر ماتش وتقول له يعني انت ايه رايك في اللي حصل دوت، اقول لك يعني ده استهبال. استهبال يعني ايه؟ يعني الفريق المفروض ان هو يتنيل يلعب كويس. طيب ما بيلعبش كويس ليه الفريق؟ اقول لك لان المدرب قاعد يغير في التشكيله، ولما المدرب بيغير في التشكيله بتبقى مشكله. ليه بتبقى مشكله؟ علشان المدرب لازم يحافظ على روح الفريق. روح الفريق هنا ماديسون لاعب من اكثر اللاعبين احترافيه وجاهزيه بكل تاكيد. ماديسون هل يدفع به بدلا من اوسكار؟ هذا ما هو سنراه في هذا اللقاء. ماديسون صاحب تصويبات اكثر من رائعه، ففي ركله البدايه سنرى ماذا لدى عبد اللطيف ليفعله في هذه المباريات بعد خساره امام الفريق العتيد إيفرتون وانتصار ساحق على توتنهام هويسبرغ. في هذا اللقاء سنرى ماذا لدى ليستر سيتي في الجوديسون بارك لتقديمه. هل هي مباريات لرد الاعتبار أم ماذا؟ جيمي باردي، تيليمانس، بيرترانت، ريكاردو بيريرا، فوفانا. التشكيل الممتاز لعبد اللطيف. هنا أيوزي. الملعوبة الكرة لفاردي. هنا 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 باردي. كاد باردي أن يحرز. ولكن يا باردي، اللاعب على العرضيات سيكون سلاح مفيد جدا للفريق ليستر. جيمي باردي أظن أنه حتى الآن هو هدف الفريق. ماديسون عاد من الإصابة، إصابة طالت لشهر على ما أظن. كم جولة لم يلعب فيها ماديسون؟ ماديسون صاحب التسديدات الرائعة وصاحب صناعة اللعب الأكثر من ممتازة، وجوده جيد جدا ويخدم الفريق بكل تأكيد في منتصف الميدان. وإلا يعني ماذا رأينا من أوسكار ليقدمه في المباريات الماضية؟ لم نرى الكثير، لم نرى الكثير. هنا لم ينجح ويلفريد نديدي في الحصول على الكورة. أظن أنه من المطلوب من ليستر سيتي ألا يستقبل أهداف في الشوط الأول، لأن هذا ما أثر على الفريق. هنا فاول، فاول طبعا بكل تأكيد، وأظن أن فيها كارت. لازم كارت، لازم كارت. أيوة كده صح صح، هو ذا اللي احنا عايزينه، عايزين كروت، عايزين نغرم الفريق الآخر. هنا تيليمانز، هنا تيليمانز، هنا تيليمانز، هنا يوزي، ولكن الكرة في الكورنر. استفادة من مثل هذه الكرات التي من الممكن أن يفعل فيها تيليمانز ما يريد لجيمي باردي، ولكن ويلبك، ويلبك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلبك لعب لمانشستر يونايتد، ولكن أرسنال، لعب ويلبك لأرسنال بتالي كان ثرو رائع جدا جدا جدا، ولكن تناغم بين أيوزي بيريز وفاردي لم يسفر عن أي شيء حتى الآن. في الدقيقة 16 في مباراة لرد الاعتبار بعد الهزيمة أمام إيفرتون 2-1 والهبوط في مركز الترتيب للمركز العاشر. وميا بيرترند طبعا الفريق ليستر سيتي محتاج تدعمك كتير. أوه تصويبة، تصويبة رائعة، ولكن شمايكل لعب كرة بسرعة عند بارنز اللي لعبها الفاردي.
وفاردي رجعها لتيليمانس، تيليمانس مش فايق في الماتش ده باين كده عليه. ادي بارنز، حلوه الكوره من بارنز لنديدي ومن انديدي لبارنز. تيليمانس لبرتراند اللي بيعملها حلوه، مستنيها جيمي فاردي، مستني كره دي جيمي فاردي. وادي تيليمانس وفاردي، امل الفريق ليستر. هو اكبر لاعب في فريق ليستر وهو جيمي فاردي، يقدم طبعا كره قدم، كره قدم من جيمي فاردي. طبعا كنترول، كنترول اكثر من سيء. بيرتراند تيليمانز، اوه، ولكن ادي ماديسون، لازم يتم استغلال قدرات ماديسون هنا. بيرتراند، ولكن ايوزي بيريز لم يتم لعبها الى جيمي فاردي. هنا ريكاردو بيريرا، يعود مرة أخرى ريكاردو بيريرا، ولكن سيطرة على الكرة وتمريرة سيئة جدا من ريكاردو. والفريد انديدي يفقد الكرة بشكل سريع. هنا 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 هنا، فاول 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 سيء، فاول سيء من مكان زفت. لو عندهم لاعب تسديده عالي هيجيبها جول. والباك طبعا خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي. ادي ريكاردو بيريرا، وادي التصويبة اللي في القائم، تصويبة في القائم. قلت لكم انا ما ينفعش يبقى في فاولات في اللعبة في المكان ده، مهما كان الفريق اللي انت بتلعبه هيقدر ان هو يجيب منها. بيرتراند، ماديسون، ويلفريد، ملعوبة حلوة من ريكاردو بيريرا، ولكن ما وصلتش لجيمي فاردي. التركيز بس على وصول الكرة لجيمي فاردي حتى الآن، دون نظر إلى أي حلول أخرى من الممكن أن تفتح اللقاء مثل تصويبات ماديسون و تيليمانز من المنطقة من الخارج. هنا ويلفريد، ماديسون، حلوة الكرة لبارنز اللي ضم كده في النص، وراح فاردي كده قدام. آه، تألق، تألق من منتصف ميدان ودفاع برايتون حتى الآن. بارنز، روبل تيليمانز، جيمي فاردي، ولكن ولكن حتى الآن عدم الوصول إلى مرمى برايتون يعتبر فشل من فريق ليستر سيتي بكل تأكيد. أظن أن هذا اللقاء لن يكون فيه دقائق وقت بدل ضائع، ولكن فاول على فوفانا بدون أي إشارة أو كارت، وهو أمر جيد. كان تدخل عنيف من فوفانا، هو 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 هو، ولكن شمايكل، شمايكل يلعب الكرة للأمام عند فاردي، ولكن انتهاء الشوط الأول بتعادل أمام برايتون، وهو أمر لم يكن في الحسبان بكل تأكيد. مباراة برايتون من الممكن أن تكون أسهل من ذلك إذا تألق فيها اللاعبين وكادوا أن يسيطرون. برايتون تطمح في هذا اللقاء أن تتعادل أمام ليستر. رأوا، رأى الدوري الإنجليزي بالكامل قدرة ليستر على الانتصار. آه كنت هعدلها علشان أسدد، ولكن ما كانتش كويس. انطلاقة من أيوزي فيها تدخل، ولكن على الكورة علشان نكون. بيرتراند، حلوة حلوة، ملعوبة حلوة حلوة حلوة. تبص على الخريطة اللي تحت تشوف اللاعب موجود فين وتعمل له سرو طاير، أو في ناس بتسميها لوب سرو أو سرو لوب. تيليمانز، أوف النهاردة على الآخر. يا بارنز انت كمان اوف. لا 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 لا، مش هينفع الكلام ده خالص خالص. بارنز اوت، بارنز اوت، ما فيهاش كلام. وهننزل الدكا ولا الواد ده، خلينا بدكا كمان. ايوزي بيريز هيجي هنا كده و وننزل اوسكار.
عشان بس نظبط الوضع شوية. ممكن انزل نبيل اسمين دي ولكن مش دلوقتي. المهم يعني ان في كده كام تغيير ضروريين جدا في اللقاء علشان يكون في دفع هجومي لل يحصل عليها فوفانا. وكره ملعوبه الى الامام بسرعه. ديدي يا ايوزي يا ايوزي حلوه من ايوزي. وادي اه يا بارنز يا بارنز ركنها حلوه ولكن هيطلع بارنز. قدم شوط ولا كام شوط بصراحه محترمين. هنا تيليمانز 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 اول دكا اه يا اوسكار. بداها اوسكار حتى لو فوز 1-0 مش هيضر في حاجه. طبعا احسن من مفيش، احسن من الخساره، واحسن طبعا من التعادل امام فريق زي برايتون، لان هيكون في مباريات تانية اقوى واصعب، مباريات امام ليستر ومانشستر سيتي، مباراه تانية امام ليفربول مانشستر يونايتد، الفرق القويه اللي موجوده في الدوري الانجليزي التوب 6، وارسنال طبعا حتى الان. يا داكا يا داكا تبركنها. طيب روبرت سانشيز لامتي ماشي في انذار، ودي انذار كمان. لعبة جميلة تسديدة اجمل. اه كانت نجيب ده كمكان فاردي. الحارس بيفضل ان هو يلعبها كده ناحية اليمين. رماها الكرة قوي، تمكن من افتكاك الكرة. طبعا كرة يعني وحشة قوي وحشة قوي بصراحة. ديدي بيقراها بيجري عليها بيسبب ضغط. ويلباك ايوه يلا اوسكار داكا. اوه يا ماديسون انت فين؟ طب اوسكار بيأدي الدور الدفاعي فمش ليه 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 اصلا ليه ليه فاول هنا؟ الحمد لله ان هي تسلل، كان ممكن ويلباك ان هو ينتشها. يعني انت لما بيبقى عندك لاعب خبره في فريق ضعيف بيقدر ان هو يعمل حاجه. تمام كويس ان احنا خدنا انذار منهم اصلا، هو اصلا كان تدخل عنيف جدا جدا على تيليمانز، كان ممكن ياخد فيها انذار كان ممكن يتصاب فيها. شمايكل بيلعبها لريكاردو بيريرا اللي بيديها لويلفريد ديدي من اوسكار، ولكن ولكن الدقيقة 80 وما زال حتى الآن تعادل قائم بين ليستر وبين برايتن. المدرب عبد اللطيف اللي ومن الواضح انه لم يقدر على استغلال الفوز على فريق كبير بنتيجة كبيرة زي توتنهام. والفريد انديدي فوفانا لعب الهادي وادي، ولكن اخطاء اخطاء كارثيه من منتصف ميدان ليستر سيتي. بيستعيدها فوفانا علشان برضه هو كمان يقدم كره من أسوأ التمريرات اللي ممكن تشوفها. اوسكار تيليمانز داكا حتى الان بيعمل تحركات في الامام افضل من جيمي فاردي. كان أن يفعلها ماديسون ولكن الحظ الحظ اليوم سيء جدا لفريق مثل ليستر. اوه 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 ويلباك اوف. الحمد لله انا الحمد لله بصراحة ان الماتش خلص كده، ما كانش يخلص عمره بفوز برايتون، كانت بقت مشكلة. طبعا 8 بيسوما نجم اللقاء بكل تأكيد.
لم يقدم عبد اللطيف. ياه ده إيفرتون خسران 4، واتفورد في الأول، وطبعا يعني ليستر لسه 10 زي ما هو. حاجة ضعيفة جدا بصراحة وحاجة سيئة. عندنا مباراة أمام موسكفا، موسكفا في الدوري الأوروبي. طبعا المباريات حتى الآن، إيه ده هم اشتروا حكيم زياش؟ لا هو واحد يعني اسمه قريب منه، توماس ده هو اللي هينزل طبعا عشان واضح ان هو تعبان. هنلعب بإيفانز و اسمه ايه، وده معناه ان احنا يا عم يوزي هتخلينا نضطر نلعب باتنين راس حربة، وننزل داكا او اهنياتشو ده، حاسس ان هو هيكون كويس. بص بقى هنلعب ازاي، هنلعب بأوسكار وفي نفس الوقت هننزل باسمه ايه ماديسن، بس برضو ده ما يمنعش ان احنا هنخلي بورنز معنا فوق، و تيليمانس هيطلع، ننزل ميندي نابيلاس ميندي مع ويلفريد انديدي. وخلينا بقى نبدأ اللقاء بتاعنا في اليوروبا ليج، اللقاء الثاني في المجموعة التي يتصدر فيها ليستر سيتي الذي يعاني حتى الآن في الدوري الإنجليزي في تعادل وخسارة في آخر مباراة وانتصار ساحق أمام توتنهام. مباراة سيستعيدها بكل تأكيد جميع مشجعين ليستر سيتي هذا الموسم. نابيلاس ميندي للفريق الفائز، 6 نقاط سيكون في وضعية مريحة بصراحة في هذه المجموعة، بينما الخسارة مباراة اليوم قد تعني مشاكل كبيرة وقد تعني توديع البطولة بشكل مبكر. يا إلهي، مباراة أخرى داخل هذه المباراة مشتعلة الأجواء. يا أوسكار ما أنت عمال تطلبها، الجماهير لا تهدأ، الصخب عالي في ملعب رائع، واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. يلا بينا. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة، يبحث عن المهاجم ياديش مايكل فوفانا، ماديسون أها. يلا يا توماس، انا مش عارف بقى ايه اللي حصل ده، ايه اللي انا عملته ده. طب ما اوسكار ما يجيب الجون وخلاص. لا ليه لازم فاردي؟ هي الثقه بس، انت بتبقى واثق لما الكره تبقى في رجل فاردي ان هو هيعرف يعمل فيها حاجه. هيناتشو ده ممكن ان احنا نلعب بيه بدل ده، انا حاسس ان حركته احلى. وادي ماديسون هو كمان بطيء جدا، مايكل ولخبطة. نابيلس طبعا يعني مفيش لاعب نص ملعب هيبقى عنده سرعة ارتداد ان هو يلحق كرة زي دي خالص. فاول طبعا، طالما ليه يبقى طبعا، ايه مش فاول ليه يعني، اديني فاول. وادي ماديسون بيلعب الكرة لتوماس، توماس اللي بياخدها كده، ولكن زاجوفيتش. وادي ماديسون مرة تانية بياخد فاول من هذا المكان، ولكن استفادة اخرى، ركلة حرة يلعبها ماديسون قوية ولكن لأكثر اللاعبين في هذا اللقاء وهو نابيلس مندي. أوسكار بيرجع بالكرة لفوفانا، ديدي لتوماس، يا توماس يتقدم اللاعب في الجهه اليسرى. الله يا ولد، شوف الابداع، شوف اللمسه حلوه. صعبه جدا ان فاردي ياخدها،
طبعا ضغط هنا من فاردي. زاجويف زاجويف ماريو فرنانديز يلعبها طولية. جيمي فاردي عندما نتحدث عن سلمان عندما نتحدث يا إلهي. طبعا انا حاسس ان في صعوبه هجوميه جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. ميندي ميندي تغيير لاعب على الاجنب الكره ملعوبه ماديسون حلوه الكره لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق يلعب يا فردي كاستينجا. والمدرب عبد اللطيف واضح انه هو غير راضي عن الاداء حتى الان. على الاقل لو ما كنتش مركز في الدوري الانجليزي لازم الفريق يكون مركز في الدوريات الاخرى زي الدوري الاوروبي. وادي ايهيناتشو يا سلام على ايهيناتشو. كرة حلوة جدا 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 من ايهيناتشو. عنده قدرات من الواضح كده. مش عارف ليه ما كنتش بدفع بيه وكنت بنزل داكا. امرو يلعب كرة بينية. وادي ايفانز ولكن شمايكل. شمايكل للتأمين. يلعبها لنابيلاس مندي. اللي عرف يتصرف فيها بكل صراحة يعني بشكل رائع. ادي ماديسون. ديدي. مندي. ماديسون. ماديسون مرة ثانية. يتعرض للضغط بكل قوة. يا جدعان بقى نفهم بعض بقى. هو بيطلب الكوره وبعد كده بلاقيه غير اتجاهه. طب انا بصيلك ولا ما بصيلكش؟ المهم يعني ان احنا عندنا بالشكل ده كام كره حلوين. تسديده واحده بس على الهدف اللي هي بتاعت الواد اسمه ايه ايهيناتشو اللي لعبها بالهيد دي. حلو ايهيناتشو. ضغط طبعا من ايهيناتشو ماشي لكن بدون فاعليه حقيقيه فرص بالجمله ضاعت. هذا الامر قد يجعلهم بعد ذلك يلا يا نابيلس على اضاعه كل هذه المجهودات. طبعا زي الماتش بتاع ايفرتون اتنيلنا شوطنا كام كوره ولكن عدت الكوره. يلا يا فوفانا خلص بقى. اتجاه اللاعب على اليمين. بص بقى الخوف بقى بيبقى من الكور. حلوه يا مندي. ماديسون يلا يا نديدي لقدام بقى. توماس 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 اوه الحمد لله. تسديده برضو بس هي ما فيهاش حاجه. هي سهله جدا بس برضو التسديدات الكتير اللي بالشكل دوت بتبقى خطيره جدا. الكره بتتلعب قدام عند فاردي اللي بعلها حلوه لإيهيناتشو ولكن ما بتوصلوش. ادي فاردي بينزل فاردي لتحت علشان يحاول ان هو يعمل ويبرز اي تقدم اي خطوره هجوميه وفاعليه هجوميه لليستر. هنا حلوه الكام كره اللي تحت دول. ادي اوسكار ايهيناتشو بيضغط ايهيناتشو علشان يغلط المدافع ولكن بيلعبها برده وبيخرجها من رجله بشكل حلو. كاستينج ملعوبه الفاردي. ايوه كده ولع الجودسن بارك في ليالي الابطال. جيمي فاردي تألق من هذا اللاعب. تألق بصراحه من هذا اللاعب جيمي فاردي. نتابع واياكم المباراه بعد ان اصبحت النتيجه هدف مقابل لا شيء. ايوه كده اشتعال في الجودسن بارك. ايهيناتشو لا يمتلك السرعة الكافية ليتفوق على هذا المدافع العتيد الذي كان أقرب للكرة بكل تأكيد. وإن لم يكن أقرب لفاز بها ايهيناتشو على الإطلاق. طبعا انديد هنا توماس ماديسون فوفانا. تعود الكرة إلى بيتر شمايكل كاسبر شمايكل عفوا.
كاستينج أوسكار. أوسكار الاستحواذ على الكرة أهم طبعا من فقد الكرة. كاستينج ليس باللاعب الواو صراحة، وإن كان هو الأساسي في هذا اللقاء نتيجة لغياب ريكاردو بيريرا لأسباب فنية. ماريو فرنانديز جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. اوه يا مندي زاكيسكوف. اوه يلا يا فوفانا طلع كرة حلوة يا فوفانا. هجوم وضغط هجومي، ولكن يفتك الكرة. هنا نابي الاسمندي يلعب على إيهيناتشو، ولكن اختيار إيهيناتشو للتمرير يمكن، واختيار طريقة التمرير كمان يمكن كانت حاجة من الحاجات السيئة. هنا كاسبر ينزل الكرة، كاسبر يلعبها لكاستينج اللي بيحول الملعب عند توماس. الملعب تحس انه هادي خلاص، الفريقين رضيوا بالنتيجة حتى الآن، مش نتيجة كبيرة. ليستر وإن كان هو أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة مع نابولي ومع الفرق الأسبانية الأخرى، فاردي يحاول ولكن لم يستطيع فاردي أن يفعل أي شيء في هذه الكرة. يشعر بالإجهاد بكل تأكيد فاردي، على المدرب أن يسمح له بالراحة. أيضا كذلك أوسكار، الإجهاد يؤثر بكل تأكيد على ذهن اللاعب وعلى قراراته داخل الميدان. هنا أوسكار والفريد، أوسكار مرة أخرى، كاستينج هنا شو كاد في آخر ثانية أن يحرز، ولكن جيمي فاردي بهدفه يؤثر طبعا على نتيجة اللقاء. جيمي فاردي في التصويبة، طبعا كاستينج هو نجم اللقاء بسبب الأسيست وبسبب التمريرات الحاسمة الكثيرة التي فعلها طبعا بكل تأكيد. هنا ليستر هو المركز الأول، وأظن أنه ضمن التأهل مع تشاري لوفل اللي هو بتاع اللي فات. طبعا هنا فيش حد، بايرن ليفركوزن صاعد من هنا، وليل احتمال واحتمال لا، وعندنا سبورتينج براغ، روما، موناكو غريبا أنه هو صفر لحد دلوقتي، وعندنا نابولي طبعا في المجموعة بتاعته، وريال بيتيس طبعا في مجموعته، وكوبنهاجن وأتلانتا من المجموعة دي، نيس وفلامينكو مفيش فما مش عارف ايه، واستهام في المجموعة دي برضو يعتبر أنه هو صاعد، وعندنا مين تاني أتلتيك بلباو، أرسنال التالت، ودي طبعا مفاجأة كبيرة جدا. أتلتيك بلباو وجلاتا سراي ماشي عادي جدا، لايبزيج ماشي شيء متوقع، وموسكافا ولاتسيو شيء متوقع، وليستر سيتي طبعا شيء فوق التوقعات. المباراة القادمة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز. يا سادة رسائل أداء النادي، التقرير ده في رسائل كثيرة جاية لي أصلا طبعا. البطارية اديني. تم الإعلان عن فريق البريمير ليج. طيب التدريب الشهري في لعبة بتزيد، ماديسون بيزيد، كويس كويس كويس. مش مايكل بيقل مش عارف ليه، وأيوزي بريز برضه هو كمان بيقل، مش مشكلة. هو أيوزي بريز أنا عايز إن هو يهدى شوية يعني. وعندنا في قاعدة البيانات معلومات عن معلومات عن الألقاب الفردية. خلينا نشوف كده الألقاب الفردية طبعا. في فريق الشهرة، مين بقى دخل في فريق الشهرة من عندنا؟ في حد من عندنا؟
ده في ناس دخلت على افانا يعني بيسوما ده دخل على افانا وكين دخل على افانا وطبعا ايرلينج هالاند بكل تاكيد من اللعيبه بتثبت تواجدها في كل وقت وفي كل مكان. معلومات عن مسابقة عايزين نشوف من الهدافين في انجلترا في هنا في البريمير ليج تصنيف الاهداف. اظن ان جيمي باردي في الامام مع انكس وإيكاردي في مانشستر سيتي دلوقتي ويوزي بريز برضو. طب الصناعة صناعة الأهداف عندنا أيوزي بريز وبورنز طبعا بارتي. طيب احنا بنلعب في ايه تاني؟ احنا بنلعب في المنافسات الدولية عندنا اليوروبا ليج عندنا في تصنيف الأهداف. طبعا في اليوروبا ليج جيمي باردي هو المتصدر ونبيل فقير كمان من ضمن المتصدرين وهذا طبعا خبر جيد جدا. في صناعة الأهداف أظن أن أيوزي بيريز لا يوجد هنا فبلغريني طبعا من روما من المتصدرين وهذه كلها أخبار جيدة وإن كانت لا تهمكم على ما أظن. عندنا مباراة أمام نيوكاسل يونايتد سيخوضها فاردي وأظن أن الفوز ولا بديل عن الفوز في مثل هذه المباريات. طبعا نيوكاسل من الأندية التي توجد في مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لذلك الفوز عليها سيكون من أهم الأشياء. المهم أنني سأراك في الحلقة القادمة بكل تأكيد إن شاء الله علشان نلعب ونشوف الجولات الأخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ماذا سترسو. وعندنا كمان مباراة في استاد الإمارات مع ضد مش عارف مين ده شكله ماتش ودي كده أي كلام. وبعد كده عندنا مباراة أوروبية في الحلقة الجاية أتأكد أنها هتكون حلقة مهمة جدا. أشوفك في الحلقة الجاية والسلام عليكم.